ستكون أحدث إضافة للأسطول، قادرة على اختراق أمتار من الجليد، وستسهل على روسيا شق طريق تجاري جديد إلى آسيا. إنها لينينغراد، فماذا نعرف عن كاسحة الجليد الجديدة؟ مع توجه روسيا مؤخرا لتوسيع نفوذها وأسطولها في القطب الشمالي، أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لبناء كاسحة جليد نووية جديدة تحمل اسم لينينغراد، ستكون الكاسحة الخامسة من السلسلة والثامنة في أسطول القطب الشمالي. сегодня мы вместе делаем ещё один шаг к укреплению технологического индустриального потенциала нашей страны. Мощный современный атомный ледокол Ленинград станет уже пятым кораблем в своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом надежное, устойчивое судоходство в сложных, труднодоступных арктических широтах. У России сегодня уникальный, я хочу это подчеркнуть, уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество. الكاسحة هذه تعمل على تطويرها شركة روساتوم النووية، وعند الانتهاء من بنائها ستكون بطول 170 مترا، وستكون قادرة على اختراق الجليد حتى عمق 3 أمتار. إعلان بوتين عن الكاسحة تزامن مع الذكرى 80 لانتهاء حصار مدينة سان بطرسبرغ في الحرب العالمية الثانية، ولهذا السبب أطلق الرئيس على الكاسحة الجديدة لينينغراد، وهو الاسم السوفيتي القديم للمدينة، تكريما لشجاعة سكان العاصمة الإمبراطورية السابقة خلال مواجهتهم للنازيين بحسب مقال. أما الأسطول فباتت روسيا بحاجة أكبر إليه لإرسال شحناتها من المحروقات إلى آسيا بعد أن أغلقت السوق الأوروبية بوجهها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، وتأمل روسيا أن تشق طريقا تجاريا بحريا جديدا يعبر المحيط المتجمد الشمالي، يعود عليها بنفع أكبر خاصة أنه يقع داخل المياه الإقليمية والاقتصادية لروسيا، ما يقلص التكاليف والمسافات.